بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. طبعا اتكلمنا على ان دي المواقع اللي في الفيسبوك اللي عليها المحاضرات لجميع الأقسام الموجودة في الكلية اللي أنت ممكن طبعا طالب المشروع يحتاج إن هو يشوف كل دول. ليه؟ لأن هيستفيد علميا وبرضك أنت ما تتخرج إن شاء الله طبعا دي موجودة وكذلك على اليوتيوب. إحنا اتكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن مراجعة على ما قيل في المحاضرات لغاية قبل الأجازة. بعد كده اتكلمنا على المروق. النهارده هنتكلم على المرشح. يبقى دلوقتي احنا موقع المرشح بالنسبه لنا فين؟ بعد المروق هيبقى فيه المرشح اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. احنا عندنا نوعين من المرشحات، في السلو ساند فلتر اللي هو المرشح الرملي البطيء، وفي الرابيد ساند فلتر اللي هو المرشح الرملي السريع. الديزاين كريتيريا مطلوبه تبقى عارفها. انا هقول لك ايه اللي بس المفروض تبقى عارفه. يعني تبقى عارف ان في حاجه اسمها الريت اوف فلتريشن. يعني ايه الريت اوف فلتريشن؟ يعني معدل الترشيح. يعني ايه معدل الترشيح؟ يعني الميه انت بتدخلها في المرشح اللي هنشوفه بعد شويه اللي هو عباره عن طبقه رمل وتحتيها طبقه زلط وتحتيها مواسير مخرمه. كويس، بتدخل الميه من فوق تبتدي تنزل وبعدين تخرج بقى مترشح. ايه المعدل؟ المعدل دايما يعني تعرف عليه ان هو بيبقى متر مكعب لكل متر مسطح بردي. يعني ما معنى تشوف انك انت المرشح بتاعك ده مثلا سي 40 متر مسطح، يبقى 40 متر مسطح بضربها في هذا الرقم يبقى يطلع ايه كميه الماء اللي هتخرج في اليوم. يبقى دي ما معناه ايه متر مكعب لكل متر مسطح. يعني معناه المتر المسطح بيخرج ميه مرشحه 3.8 متر مكعب في اليوم. دي معنى السيرفس اريا بيبقى من 1000 ل 2500 متر مسطح، والاي في البي بتبقى ايه ما بتزيدش عن 50 متر. قلنا عشان كده الباقي ده كله يعني مش محتاجك انك انت تبقى عارفه، يعني ما تحفظوش، ولكن تبقى فاهم مجرد بس ان ريت اوف فلتريشن من 3 ل 8 ممكن تاخده 5، السيرفس اريا بنكون من 1000 ل 2500. بعد شويه هنتكلم على الرابد ساند فلتر برضك. يعني بنيجي نتكلم على الرابد ساند فلتر هلاقي هنا مثلا ديت بدل ما 3 ل 8 هتلاقي مثلا 100 ل 150 متر مكعب لكل متر سطح باليوم. الاريا هنا هتلاقي 40 ل 60. ايه التاثير بقى؟ التاثير هنا ان المعدل الترشيح عالي اعلى بكتير، وفي نفس الوقت الاريا قليل في الرابد ساند فلتر. وعشان كده كل مرشح محطاتنا بتستخدم الرابد ساند فلتر، لان ما عندناش وقت ان احنا اول حاجه مفيش اريا عشان اخد الواحد بس التانك الواحد من 1000 ل 2500 متر مسطح. دي اول حاجه. نمرة اتنين المعدل بطيء قوي، هقعد استنى بقى لغايه ما الميه تخرج؟ ما ينفعش، مفيش وقت. وبالتالي فاني انك انت بتستخدم الرابد ساند فلتر، لان هنا الرقم ده بيبقى من 100 ل 150 والاريا بتبقى من 40 ل 60 زي ما هنشوف بعد شويه. اهو يبقى 100 150 متر مقطع كده مسطح بالدي، الاريا من 40 ل 64 متر مسطح. تمام. ممكن تبقى 5 في 8، ممكن 6 في اي حاجه. المهم ايه ان اللينس والويدز بيبقى من 5 ل 8 متر. يعني ممكن في الاخر ممكن 8 في 8 ب 64، او ممكن تاخد 5 في 8 ب 40، وهكذا اللي انت عايزه. المهم ايه اللي بي تمام. طبعا في حاجه اسمها الريت اوف واشنج اللي هي كميه ميه المطلوبه للغسيل، بتبقى خمس امثال يا من 5 ل 6 الريت اوف فلتريشن كميه ميه الترشيح، مش عايز الباقي. يبقى اذا دلوقتي انا لو جيت لك وسالتك سؤال قارن كومبير بتوين الرابد ساند فلتر وسلو، هتعمل لي كده تقول لي والله انا هعمل جدول. الجدول ده مثلا في الاول مثلا في الريت اوف فلتريشن، الخانه الثانيه السيرفس اريا، ما عنديش غير الاثنين دول دلوقتي، مش عايزك تحفظ الباقي. هتقول لي والله الريت اوف فلتريشن في الرابد من 150 وتعمل لي فوق الوحده متر مكعب لمتر مسطح بردي، وتقول لي في السلو من 3 مثلا ل 8 زي ما قلنا. الريت اوف واشنج طبعا دي في الاثنين، بس طبعا انا بالنسبه لي دي مش هتبقى فيها مقارنه. لكن هنا السيرفس اريا هنا هتلاقي من 40 ل 64 في الرابد، بينما شفناها في السلو كان من 1000 ل 2000 متر مسطح. ده الفلتر طبعا مش مطلوب ترسمه، ولكن لازم تبقى فاهم بس اللي انت هتصممه عباره عن ايه. ده بيسموه عنبر مرشحات. الميه بتخش من اعلى، بتلاقي فيه محبس عوامه،
عشان ايه الماء ما توصل للمنسوب اعلى منسوب المخبز يتقفل، الماء تخش على الرمل، وبعد كده الرمل تخش على الجرافل، وبعد كده في مواسير مخرمه في القاع، بعد كده الماء تروح خارجه، هي تخرج من اهو لماء مرشح. طبعا في طريقه للتشغيل، ان في بدايه المرشح ما ينفعش ان انا اعمل الكلام ده، لا الاول ادخل الميه، وبعد كده الميه اللي داخله ديت اللي خارجه اروح موجهه لايه؟ للويست، يعني افتح لها المحبس ده واكون قافل المحبس ده، يبقى الميه اللي خارجه مثلا في حدود 15 دقيقه الميه مش هتخرج على الايه؟ المدينه، لكن هتعمل ايه؟ هنخرجها هنا ليه؟ للويست، علشان بعمل حاجه اسمها ديرت سكين. ديرت سكين يعني ايه؟ يعني حبيت الرمل وحبيت الرمل المسافه اللي ما بينهم العاديه، لا دي بنقول برضك ان ايه؟ ممكن ما تحكي في مواد عالقه تهرب منها، يبقى عشان ازود الافشنسي بتاعت الحجز فيها، فبقول ايه؟ ان انا بدخل ميه واخرجها من غير ما استخدمها لغايه ما يكون ديرت سكين، يعني ايه؟ كل حبات رمل يبقى عليها غلاف من المواد العالقه. يبقى اذا ما معناه ان المسافه ما بين الرمل بقى اصبح في هذه الحاله ايه؟ قلت، يبقى الافشنسي ايه؟ عالي. فدي برضك من الحاجات اللي يبقى بندخل ميه بتخرج على الويست دي في الاول، بعد كده اروح اقفل المحبس ده والميه تخرج على ايه كده. لو وصل الهيد لوس لحوالي 1.5 متر، فهذه الحاله اقول المرشح ده عاوز يتغسل، في هذه الحاله ان انا ايه؟ بروح اقفل الخروج، ولكن ادخل ايه؟ ميه غسيل. ميه الغسيل دايما بتخش من ايه؟ من اسفل لاعلى. يبقى الميه الغسيل اهي، بص كده، طبعا كله بمواسيره اربعه كده على الاندر ديسك، وتروح داخله وبعدين تخرج والويست. يبقى دي ميه الغسيل. ميه الغسيل قلنا قد ايه؟ خمس امثال المعدل الترشيح، يعني معدل الترشيح لو في المساله ياخدوا 100 متر مكعب من كل متر مسطح بردي، يبقى هتاخد الريت اوف واشنج عباره عن ايه؟ 500 متر مكعب لكل متر مسطح بردي. المهم ان العلاقه ما بينهم هي خمسه. ايه تاني يعني؟ برضك اثناء الغسيل ان انا ما بدخلش الميه مباشره، امال اعمل ايه؟ لا اقول ادخل هواء، ادي الهواء اهو، الهواء بيخش عشان يفكك الحبوبات، لان لو انا دخلت ميه والحبوبات ما بين مواد عالقه وخلاص المرشح هيكاد يكون اتسد، الميه مش هتعرف تطلع. يبقى عشان تطلع بسهوله الاول ايه؟ ادخل هواء. الهواء هنا يعمل عمليه تفكيك للحبيبات، يبقى معنى الحبيبه والحبيبه يبعدوا عن بعض والماده العالقه اللي ما بينهم تبعد عنهم، اما يجي بعد كده الميه تخش تروح واخده المواد العالقه وطالعه ونتخلص منها. يبقى اذا دلوقتي اصبح المرشح في تشغيل وهو جديد، في تشغيل بعد كده عادي، في غسيل ومراحل للغسيل، والتايم بتاع الوشن بيبقى 10 دقائق. يعني عشان في المساله لما نيجي نشوفها الزمن المطلوب لغسيل المرشح هو ايه؟ هو 10 دقائق. ده برضك ان فيو اكبر بحيث ان بوريك ان ايه؟ ان المواسير اللي موجوده، ماسوره الدخول اهي، ماسوره خروج الميه النظيفه، خروج الويست، ميه الغسيل الحمراء دي وتخش عليها كده وتبتدي تطلع، وهنا بويست الماسوره بتاعت الكمبريست اير اللي هي بتخش في قبل ميه الغسيل، كل الحاجات دي. يعني الموضوع ده طبعا ايه؟ زميلك بتاع المشروع بيعرفه بالتفصيل لان بيطلع لوحه، لكنك انت مش مطلوب منك غير تصميم فقط. نفس الكلام اهو، لو احنا بصينا ادي ايه؟ ادي الرمل، وادي الزلط، وادي مواسير مخرمه، يعني دي ماسوره رئيسيه وفيها لاترالز عليها خروم بيسموها بيرفوريتد بايبس، بحيث الميه تنزل تروح داخله في البايب دي، البايبس ديت الخرام الاورفيسز تروح هنا جايه كده. يبقى انا كده بتجنب اي ديد زون جوه الفلتر علشان ان ايه؟ الافشنسي بتاعته تبقى عاليه وما يتهربش اي مواد عالقه. بردك الدخول بيكون عن طريق وش ووتر جتر، الميه بتيجي هنا تبتدي تهدر كويس، والوش جتر بنبتدي ان حضرتك بنصممها بحيث ان السبيسنج ما بين اي تو جاترز، بحيث ان احنا بيحصل عمليه اوفرلاب، دي برضك بنقولها في التفصيل لطلبه المشروع. انت كل ما فيها ان احنا عايزين نصمم بس الفلتر وتعرف الافكار اللي فيها. الووتر تريتمنت بلانت اوف ديلي فلو ريت 25000 متر مكعب، خلي بالك يبقى دي معناها ايه؟ معناها خمسه، لان الكيو عندي 25000 متر مكعب بير دي، لان قلت ديلي. لو قلت اورلي يبقى بير اور، ما نغلطش في الحته دي. طبعا برضك نقف هنا شويه. واحد جالي في امتحان وقال لي ايه؟ قال لي انت اديتني كيو اضرب في 1.5. لا انا ما طلبتش، انا قلت ما قلتلكش ان دي كيو افريج، انا قلت لك ان المحطه دي متصممه على 25000 متر مكعب، يبقى ده معنى بير دي، يعني ما معناه هو ده كيو ديزاين بتاعه، يبقى ما تضربش في حاجه، لان واحد في الامتحان. لكن احنا بنضرب امتى؟ لو انا اديتك المساله دي مره ثانيه بس بدي لك في صوره ايه؟ بوبيليشن ووتر كونسامشن، زي ما عملنا في الكلاري في الكلاري.
يبقى ده معناه ان المساله دي ممكن تيجي بوبوليشن ووتر كونسامشن، وانت تجيب الكيو افريج وتجيب الكيو ماكسيمم مانثلي وتضربها في 1.1 عشان تطلع كيو ديزاين اللي هي ممكن تطلع في الاخر هو هذا الرقم. فاهمين؟ مطلوب نجيب النمبر اوف دايمنشنز اوف رابتس اند فلتر بيتس، واذا كانت المحطه دي بتشتغل 24 ساعه و16 ساعه بردك نشوف ايه اللي هيحصل فيها. تعال نشوف مع بعض. اول حاجه لو كانت المحطه بتشتغل 24 ساعه التصرف عندي اهو بردك برجع تاني، ده كيو ديزاين. اذا كان جيفن في المساله كيو يبقى ده كيو ديزاين، ما تضربش في حاجه. انا بكررها لان كتير جدا بلاقيهم في الامتحان يقول لي اضرب في 1.5، تضرب ليه في 1.5؟ انا ما قلتلكش ان دي كيو افريج، لو قلت لك افريج لو ماشي، لكن قلت لك ان المحطه دي متصممه او على اساس كيو معينه يبقى دي هي كيو كانت ديزاين. وقلنا دي ممكن احنا اللي تجيبها عن طريق ايه؟ بوبوليشن وكونسامشن. ومش عايزين نرجع نقول الكلام تاني اللي هو ايه؟ ممكن اقول لك ان مثلا بعد 20 سنه بعد 40 سنه نفس القصه، موضوع سهل جدا بس ايه حاول تذاكر. الريت اوف فلتريشن قلنا من 100 ل 150 خدته 125 متر مكعب لمتر مسطح برديه. طب نقف هنا وقف شويه، ايه هي؟ الووتر كونسامشن ما قلنا مثلا سي مثلا ب 200 لتر بركبه برديه. لو قلنا على الريت اوف فلتريشن مثلا من 100 ل 150، لو قلنا على الاوفر فلو ريت مش عارف كذا متر مكعب لكل متر ايه مسطح بردي، عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك الثلاثه دول معمولين على اساس ان المحطه شغاله 24 ساعه. يعني انا ما اقول لك مثلا كمثال، اقول لك ان معدل الووتر كونسبشن، معدل استهلاك الميه للفرد في القرى السياحيه او التجمعات الجديده مثلا 280 لتر بركبة بردي. انت مديني ال 180 على اساس كام؟ اساس ان هو 24 ساعه بيستخدم الميه. لكن لو قلت لي ان هو المحطه بس هو مش هيستخدم غير الميه غير 16 ساعه يبقى ما ينفعش ده. تقول لي امال اعمل ايه بقى؟ اقول لك ال 280 تقسمها على 24، يبقى في هذه الحاله جبت كم متر مكعب في الاور؟ اضربه في 16 بعد كده يطلع اللي هو بتاعه، يبقى ال 280 هتتحول لرقم تاني. نفس الكلام هنا بقى، الريت اوف فلتريشن 125. الدي هنا كام؟ 24 ساعه، ما تنساش الدي ده تكتب عليه كده، ده ل 24 ساعه. يعني عايز تقول لي يعني لو انا جبتك انا دلوقتي بشتغل 24 ساعه هتلاقي عادي، انا بس بفهمك عشان ما نيجي لل 16 تعرف هنعمل ايه. طب لو كانت دي 16 ساعه هتقول لي لو كان اليوم عنده 16 ساعه، لا دي طول عمرها 24. يعني الفرد اللي هو بتاع ريت اوف فلتريشن ده مبني على اساس الدي هنا 24 طول عمر. تقول لي طب انا المساله بقى فيها المحطه بتشتغل 16 ساعه اعمل ايه؟ اقول لك ولا اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه. ال 125 اقسمها على عدد ساعات اللي هو ال 24 ساعه. يبقى يطلع كام؟ متر مكعب لكل متر مسطح بير او. انت عايز كام؟ 20 ساعه؟ اضرب في 20. عايز 16 ساعه؟ اضرب في حاجه؟ ما فيهاش اي حاجه. بعد كده بنجيب ان التوتال اريا، طبعا عندنا الاريا بتساوي كيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن، ده القانون بتاعنا. الاريا بتساوي كيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن. جبنا الاريا، الاريا قلنا من 5 ل 8 فقلنا مثلا 40 قسمنا جبت عدد نمبر اوف فلترز. ناخد بالنا بقى نمبر اوف فلترز اللي بيطلع ده ده اللي هو جاي من التصميم. لا انا ما ينفعش لازم ازوده. ليه؟ لان انا في مرشحات هتتغسل، واثناء وهي بتتغسل في هذه الحاله لابد ان انا يكون المحطه شغاله بالطاقه بتاعتها. يعني ما ينفعش اقول ان معلش النهارده هنقلل الميه علشان بنغسل المرشحين، ما ينفعش. انت عايز 25000 متر مكعب في اليوم ادهم لك في اي لحظه. تقول لي طب ما انت عندك اثنين هتغسلوا، لا بقى الاثنين هتغسلوا دول ازودهم. يعني ما معنى الديزاين عايز خمسه اقول له ازود لك واحد عشان الفروش، او ازود اثنين. هو دايما في العاده بنحب نسوي الاثنين، بس هي الفكره ايه؟ ان الهدف بتاعنا ان الان نمبر فلتر عاوزينه يكون زوجي. ليه؟ علشان يكون زوجي يبقى صفين جنب بعض، ده عنبر، تصور ان ده عنبر مستطيل ومرشحات على اليمين ومرشحات على الشمال باصين لبعض. في هذه الحاله انا عايز العدد يكون ايه؟ زوجي. والا لو فردي هضطر اعمله ايه؟ بالطول، هتلاقي ياخد طول كبير جدا. طيب يبقى لو عندي 36 مرشح مثلا يبقى في 18 ناحيه و18 ناحيه. ال 36 جه منين؟ ان كان في النمبر اوف فلترز جه من التصميم مثلا سي 34، فزودت 2 علشان ايه؟ يبقى 36. طبعا هنا عشان 5 وده فردي وعايزه يبقى زوجي، فرحت مزود واحد بقى ايه؟ يبقى الاري اندر ووشنج هنا 1 فلتر بس. طيب يبقى لو 16 ساعه اهو شوف عملنا ايه؟ الاول خدت، طبعا هو في طريقتين عشان ايه ما تتلخبطش. في طريقه ان انا بتعامل مع كيو
او طريقه بتعمل مع الريتم فلتريشن. يعني ايه؟ فهمني. اول حاجه الريتم فلتريشن دي معموله لكام ساعه؟ قلنا 24 ساعه. اما الكيو لا دي معموله ل 16 للتايم بتاع المحط، يعني 25000 متر مكعب بردي دي اللي خارجه، خارجه في كام ساعه؟ في 20، في 18، في 16. خلاص يبقى دي لو قسمتها على النمبر يبقى جبت ان ان فيها كام متر مكعب مثلا ايه بير اور. تمام. طيب يبقى في هذه الحاله بعمل ايه؟ بروح قاسم الرقم ده اللي هو الكيو على عدد ساعات التشغيل المحطه، يطلع ان المحطه بتعمل كذا متر مكعب في الساعه، اضربها تاني في ال 24 ساعه اللي انا عايزه بقى عشان ايه؟ عشان الريت اوف فلتريشن، يطلع الرقم ده. يبقى في هذه الحاله مش هحول دي، يعني انت عندك الحريه يا اما مع الكيو يا اما مع الريت اوف فلتريشن. المهم في الاخر اما تيجي تقول لي ايه التوتال اريا بتساوي كيو ديزاين على الريت اوف فلتريشن، يبقى الاثنين في نفس التايم، ذا سيم تايم. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا دي معموله لكام ساعه؟ اهي دي معموله لكام ساعه؟ ل 24 ساعه، ودي ل 24 ساعه. خلاص صح كده. لو انت كنت خدت لي هنا ال 25000 يبقى اقول لك ال 125، ال 25000 دي معموله لكام ساعه؟ ل 16، يبقى لازم دي ل 16. اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل 125 اقسمها على 24 واضربها في 16. لو انت عملت دي وعملت دي هتلاقي نفس النتيجه هي هي. تمام؟ بعد كده بتاخد 5 8 متر الابعاد زي ما قلنا، وتجيب الان، والان طبعا مش معقول فيه حاجه 7 7 ونص، تاخد مثلا سي 8، وناخد اريا قد روش 2، ده عندنا 10 فلاتر، ده انتاج المحطه، ده التصميم بتاع المحطه. نفس الكلام هنا، بس هنا بقى بطلب منك في المساله دي بقول لك جيب لي كميه ميه الغسيل عايز اعلمها لك. بردك هنا الديلي اوت بوت كان 50000 متر مكعب، ما دام ديلي يبقى بير متر بير دي، وطالما انا اديتهولك يبقى ده هو كيو ديزاين، مش عايز اكرر الكلام ده تاني. لكن انا لو اديتك بوبوليشن ووتر كونسامشن انت بقى تشتغل عادي، بوبوليشن في الووتر كونسامشن يطلع كيو افريج، اضربها في 1.5 يبقى كيو ماكسيموم مانثلي، اضربها في 1.1 يبقى دي كيو ديزاين. كل دول هم دي الرقم ده هو مدهولك جاهز. تمام. عايز اجيب كميه ماده الغسيل، ما فيهاش اي حاجه قبل ما نحلها هقول لك نعملها ازاي. انا عايز اجيب كميه ماده الغسيل. انت قلت لي من شويه ان الريت اوف ووشنج هو 5 امثال الريت اوف فلتريشن. طب حلو، انت خدت الريت اوف فلتريشن كام؟ تقول لي 125 متر مكعب بكل متر مسطح برلين. طب اوكي، يبقى الريت اوف فوشنج دي 5 فيها، يبقى 5 في 125 يبقى سي مثلا تطلع 575، وحدتها ايه بقى؟ متر مكعب لكل متر مسطح في اليوم. انت عايز ايه؟ كوانتيتي، يبقى عايز ايه؟ متر مكعب بس. انت بتقول متر مكعب لكل متر مسطح لكل يوم، يبقى انا عايز اطير المتر المسطح والديلي. يعني ايه اطير؟ يعني ما معناه انا عايز ال 575 متر مكعب لكل متر مسطح بير دي تبقى متر مكعب بس. اعمل ايه؟ عشان اشيل المتر المسطح يبقى اضربها في اريا اللي هي الاريا اندر ووشنج، يبقى في الاريا اوف تو فلترز، يبقى في 2 في الاريا اوف ون فلتر، وبعدين في بير دي يعني تايم، يبقى اضربها في التايم بتاع الغسيل اللي هو 10 منت بس احوله لدي، يبقى 10 مثلا على 60 على 24. فاهم؟ فالموضوع مش محتاج، مفيش قوانين، هي مجرد تبقى فاهم زي ما انت شايف. يبقى اول حاجه عندنا نمبر اوف بيتس كان 8. لا تمام. الريت اوف فلتريشن 125. جبنا السيرفيس اريا، جبنا الاريا اوف وان فلتر، الدايمنشن بتاع الريت اوف فوشنج بقى بيساوي ايه؟ 5 في الريت اوف فلتريشن، او زي ما قلت لك ايه؟ يعني 5 في 125 طلعت مثلا 625 متر مكعب لكل متر مسطح بالدين. عشان احولها دي الى متر مكعب يبقى اعمل ايه؟ اشيل المتر المسطح ازاي؟ اضربه في اريا، يبقى الاريا بتاعت ايه؟ 8 في 50. عايز اشيل الدي اضربه في تايم اللي هو 10 دقائق بعدين قسمتها. هتيجي تقول لي انت عملت لي هنا 8 ليه؟ لان هو كان طلب في المساله انه عايز كميه ماده الغسيل اللازمه لغسيل جميع المرشحات. لكن لو انا ما قلتلكش جميع المرشحات يبقى تضرب هنا في 2 بس. يعني هو في الغالب بتبقى 2 بس. 2 بس ليه؟ لان انا عايز كميه مغسيل اللي هي بتخرج في الورديه في المره الواحده، مش عايز لكل المحطه في اليوم كله. وبالتالي ففي زياده. ليه؟ لان انا كنت عامل ده ليه؟ لان كنت عايز اجيب حجم الخزان بتاع ميه الايه؟ الغسيل. اللي هو عملت ايه بقى؟ جبت ال 625 اهي ضربتها في ال 2 في 50، هنا بقى شوف بقى دي اهي 2 في 50 في 10 على 60 في 24، يبقى ده معناه دي ايه ودي ايه؟ الديت عباره عن ايه؟ عشان غسيل مرشحين. اما دي عشان غسيل كل المرشحات اللي هم الثمانيه اللي عندي. لان طبعا انا عندي ايه؟ ال 10 ناقص الاثنين يبقى عندي ايه؟ 8 هم اللي بيتغسلوا طوالي. طيب يبقى اذا دلوقتي فهمنا دي،
لو انا كنت عايز اول فلترز دي، لو انا بتكلم على كميه ماده الغسيل اللي هي ما معناه الوش ووتر تانك اللي انا محتاج يكون موجود معايا عشان الغسيل. فاهم ما اتلخبطش؟ والموضوع ما فيش قوانين خالص، قلت لك 625 متر مكعب لكل متر مسطح بالجهة. انا عايز في الاخر تبقى متر مكعب، يبقى عايز متر مسطح اضرب في ايه؟ هشيل التايم، ضربت في تايم اللي فور كوشنج اللي هو 10 مينت وحولته للدقيقة. اظن ما فيهاش اي حاجه، مساله سهله جدا وناخد بالنا منها، وان شاء الله المحاضره القادمه هنبتدي باذن الله في شبكه المجاري. ولو لي اي حد لي اي سؤال، عندك الميل وعندك التليفونات او الصفحه، على الصفحه نفسها ممكن تنزل السؤال حتى افضل، بحيث ايه الاجابه تبقى لكل الطلبه. وشكرا.